أما الحين مشاهدينا وصلنا لموضوع حلقتنا الرئيس وهو عن الشغف المهني أو الوظيفي، وبالتأكيد الكثير يحلمون أنهم يكونون ناجحين في عملهم، ويعتبر الشغف لتعلم كل ما هو جديد أولى خطوات النجاح. ووفقا للدراسة اللي أجراها معهد جالوب على أكثر من 180 مليون شخص مشاهدينا من حول العالم، تبين أنه 13% من الأشخاص فقط 13% من الأشخاص يمارسون أعمالهم بشغف، ويعد الشغف أحد الأسباب اللي تجعل الشخص يسعى للاستمرار في العمل على أفضل وجه للوصول إلى النجاح. وعلى العكس يكون الأشخاص غير شغوفين، عالقين في الملل وعدم السعي إلى تحقيق أي إنجاز، وأكيد إحباط وكآبة وغيره. راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع وأهمية الشغف، وكيف ممكن أنه يغير وجهة نظرنا للعمل ويخلينا مستمرين ومستمتعين بالوظيفة اللي نعملها. معنا أحد الأشخاص الشغوفين بعملهم، وهو ناصر عقيل، مدرب في فن الإلقاء. حياك الله ناصر، نورنا. أهلا وسهلا، صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يشوفونا وين ما كانوا عم يتابعونا. طبعا يعني موضوع جدا مهم، لما عرفت انه انا رح كون معك بالحلقه لحتى احكي عن الشغف، هذا الشيء خلاني انه ارجع لورا شوي، انه اتذكر اول لحظه حسيت فيها بهي الاثاره وهي الشراره تجاه شيء عملي مهني بحياتي. نعم، خلينا يعني من مقياس 1 إلى 10 قديش عندك يعني هذا الشغف؟ نقول هلا ولا قبل؟ لا مو الشرارة، حاليا هلا حاليا هاني الصراحة تحول الموضوع الشغف لشيء آخر تدريجيا ضمن بروسس هي معروفة حتى بالنسبة لك. نعم، يعني نعم. بما أنه يعني نحن بنشتغل بمجال واحد، وهو أنه يتحول الشيء إلى مسؤولية، ومن ثم إلى إنجاز، ومن ثم إلى ممارسة وعادة. فالمحافظة على الشغف تأتي من داخلك أنت، من بعض الخطوات البسيطة اللي أنت ممكن تعملها وتمارسها. نعم، حتى تحافظ على شرارة الشغف جواتك. نعم، وأغلب الناس ممكن تفقد هذا الشغف مع مرور الوقت. ذكرت نقطة جدا مهمة ناصر، أنه أنت ترجع بالزمن بما يخص الشغف، وهذا يخلينا أنه نرجع للبدايات. كثير من الناس قد يعني يقضي سنة سنتين ثلاثة بعدين يسأل نفسه، هل اللي أنا قاعد أسوي هذا هو هذا يعني أنا شغفي بالحياة؟ فأهمية أنه اكتشاف الشغف من البداية. كم لو بما أنك رجعتنا للماضي، متى كانت هذه الشرارة؟ يعني فيني أقول كانت صراحة هي الشرارة في مجال الإعلامي. نعم، كانت أعتقد بال 2009-2010. ولكن أكيد في شرارات قبل بما يتعلق بالشغف، يعني كلياتنا يمكن وحتى كل مشاهدين أكيد كل شخص مر بتجربة أنه من هو وصغير خلينا نقول حلم أنه يكون طيار حربي. نعم، حلم أنه يكون دكتور، حلم أنه يكون مهندس. ولكن ببعض الحالات وببعض الفترات بحياته حس أنه هو سيبدع في مجال آخر ما لقله. وهذا الشيء أو هذا الميول فيني أقول لك هاني أنه بيعطيه المحرك والدافع أنه هو يمارسه بشكل يومي. نعم، وحتى يعني ما فيني أخفي عليك أنه معروف للكل أنه الشغف هو ممارسة الشيء الذي تحبه أو تعشقه لممكن ساعات طوال. صحيح، بدون ما تحس، وأنت بتحس أنه يمكن عم تمر دقائق، فما صحيح. بالك على الصعيد الشخصي بالنسبة إلي كانت سنوات. أحيانا الشغف يعني مثل غيره ممكن يقوى ممكن يضعف بأماكن معينة، خصوصا إذا كانت البيئة غير داعمة لهذا الشغف مع تنهيده. زين، نعم. كيف تحافظ على هذا الشغف وتخليه موجود، ولما تحس أنه بدأ يضعف تعالجه بغض النظر عن المحيط، وتخلي هذه الشعلة متقدة بداخلك؟ يعني صراحة بحافظ عليه بعدة طرق، ويمكن هي الطرق تختلف من شخص إلى آخر. يعني أنا على الصعيد الشخصي بحاول أتذكر ناصر كيف كان من قبل، برجع للبدايات، برجع لورا لحتى أعرف حالي أنا كيف كنت، لحتى ما يتغير هذا الشيء فيني. رغم أنه نحن تتبدل مواقفنا، بتتبدل آرائنا، ميولنا، حتى ممكن مع الوقت أنك أنت تقرر خلينا نقول تمارس شيء جديد مختلف عن
الشيء الذي تمارسه نعم. بمهنتك، يعني تعمل مثلا خلينا نقول شفت بالكارير تبعك على سبيل المثال. صحيح. فاني ارجع انا اتذكر حالي كيف كنت ببداياتي، هذا الشيء اللي بيعطيني الدافع والشغف. ولكن في مجال التدريب الاعلامي هاني يعني نعم. الامر شوي بعتقد مختلف، لانه في شغف وفي مسؤوليه بالوقت نفسه. انت عم يجيك اشخاص صبايا وشباب عندهم حلم، شايفين اليوم بهاني نعم حلمهم، هاني محقق حلم هدول الأشخاص يلي حلمهم يكونوا مثلاً بهذا المكان يقدموا برنامج صباحي نعم. أو يذيعوا نشرة أخبار. في أشخاص حلمة أنه ممكن تقول موجز للأخبار تأديه على الهواء مباشرة نعم. قول بس أهلاً بكم إلى اللقاء، تخيل لمدة يمكن دقيقة أو أربع دقائق. فهذا الشيء صراحة بيعطيني هذا الشغف بالعمل، أنه أنا حاول ساعد هذول الأشخاص إن كان بتنمية المهارات والقدرات، إن كان بترشيحهم لبعض الوسائل الإعلامية إن كانت إذاعية أو تلفزيونية، وحتى إن كان بالمتابعة نعم بهذا الشيء. لو تخبرنا يعني بشكل عام، أكيد مو كل الوظائف اللي عملت فيها كان في شغف اتجاهها. خبرنا أنه أحيانا طبعا بكل أحوال من الطبيعي أنه الإنسان قد يعمل أشياء لا يحبها، لكن بالنسبة معاه كيف تعاملت مع هذه المواقف وهذه الفترات؟ هلا بصراحة يعني يمكن أنت حسن حظي أنه لا، كل شيء مارسته الحمد لله كان في نوعا ما شغف نعم. ولكن فيني أقول لك أنه لم يكن هذا الإنجاز مثل ما أنا توقعته. خليني نعم. أقول أنك أنت الشيء لما بيكون هو جديد عليك أو حابب تجربه ففي شرارة تختفي بسرعة نعم، ولكن في شرارات أخرى قد تمتد لسنين طوال نعم. وهذا اللي أنا بشجع عليه، أنه الواحد يعرف التحفيز من خلال هذا الشغف من وين يبدأ ولوين رح ياخده مع الوقت نعم. حس أنه هو يعرف هدفه الشخص، هل هذا الشيء اللي أنا عم بشعر فيه اتجاه مهنتي اتجاه عملي اتجاه شغلي هو آني مرحلة نعم. ولا أنا ممكن بعد مثلا تسألني بعد 5 سنين وين رح تكون نعم. فممكن أنت تكون بمكان آخر ممكن. فبعتقد من حسن حظي كان كل شيء أنا اشتغلته كان فيه الحمد لله 60 75% ممتاز. شغف ممتاز.